どう مساء الخير ويا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده تجمعنا معاكم اكيد اليوم الاحد اللي غالبا ما يحبه احد ولكن في برنامج رايكم شباب نحاول نحببكم بهاليوم الاحد اللي حاب انه يتابعنا اليوم من الساعه 7 لغايه الساعه 8 او اذا عندك مشوار او طالع برا البيت نزل ابلكيشن الراي او عبر موقعنا راي دوت تي وتستمتع معنا في حلقه اليوم، اليوم يمكن رجعت بعد غياب اسبوعين اجازه اقول حق زميلي احمد وزميل ريم يعطيكم العافيه خلال اسبوعين قدمتوا البرنامج لكن رجعت لكم وان شاء الله راح تكون الحلقات الجايه معاكم اكيد جميله وحلوه وراح تكون مع ضيوفنا وحلقاتنا اكيد اجمل ولكن خلينا نتكلم اليوم عن اجازتي بقول لكم انا وين سافرت ومن رحت شويه بدردش معاكم وانا بروحي بالاستديو اليوم من غير زملائي ومن غير شر اكيد رحت مصر كانت الاجواء وايد جميله واستمتعت وبالاضافه ابارك لهم لوصولهم اتوقع لنهائيات الكاس العالم فرحه وطن العربي مو بس مصر اللي سانسوا وفرحوا في هذه الفرحه وصولهم للنهائيات بالاضافه رحت حق دبي دار الحي اللي يروح لها شايب يرد صبي على جولتهم بصراحه الدولتين مصر ودبي ما ينمل منهم كل ما تروح الاماكن ما تنتهي كل مكان تروح له تقول الى ما لا نهايه تشوف الشعب نفسه في مصر شلون طيب 24 ساعه ما شاء الله ديره قاعده شنو تبي تحصل في الديرتين سواء رحت مصر او دبي بكذي هذه كانت اجازتي بشكل بسيط وسريع واللي كان يتابعني في السوشيال ميديا عارف انا وين رحت وشنو سويت في الاجازه ولكن خلونا نبلش في موضوع حلقتنا اليوم موضوع جدا جميل وممكن كل يوم نواجهه كل شخص بنت او شاب او ابو بنت يعني بالمجتمع إواجه يواجه هذا الموضوع راح نتكلم عنه اليوم شنو هو اذا هديه يتلك هل انت او انت تهتمون بالقيمه الماديه لهذه الهديه يعني خلينا نفرض هذا اليوم انا عندي كتاب اذا شخص يالك وهذلك لك كتاب لان انت تحب القراءه والكتب او هو أو يحب هذا الشيء وهو ماديته يمكن تكون بسيطه هل تهتم انه لازم تكون ماديه كبيره ايش كثر سعر الكتاب اللي يالك او اذا كانت ساعه او تليفون هذا موضوع يمكن كبير انا بقول لكم وجهه نظري انا شخصيا كعبد اللطيف ابدا ما تهمني الماديه ما راح اكون مثالي في اجابتي او اقول لكم ان انا ما احب الماديه او احب الهدايا اللي تكون غاليه مثلا نقول ساعه تذكره سفر مبلغ مادي بالعكس كلنا نحب هذا الشيء وكلنا نتمنى هذا الشيء ولكن ذا الشخص اذكرك بين وايد اشخاص نسوك في هذا اليوم بالعكس انا اشوف يعني ان كافي يمكن تكون ورده او مزج او اتصال هذا بحد ذاته ما نبي نقول يعني قيمه ماديه كثر ما هي قيمه قيمه سعاده قيمه شيء وايد كبير للشخص نفسه يعني انا بصراحه اذا هذا الشخص ذاكرني في يوم عيد ميلادي او في مناسبه معينه تخرج او عرس او اي شيء انه هو ما قصر وما نسى هذا اليوم ويعني اخذ من وقته خلينا نقول دقيقه او دقيقتين او يوم كامل عشان يدور لي هديه اذا الله خير والله يكثر من امثاله احنا ما نقول انه دائما أهدو هديه بالعكس كل واحد عنده ميزانيه في حياته الغني غني واللي ما عنده فلوس ماديته على يعني فلوسه على قده بالعكس مو عيب ان تكون انت تشتري كتاب هديه او ورده او مسج او تتصل على الشخص نفسه بالنهايه حتى يمكن الحين يقول اه نشوفها بين الشباب صاحبي يا بلي ساعه لازم انا ارد له بنفس القيمه شرى لي ب 50 ب لازم انا ارد له بنفس القيمه اللي هو شرى لا بالعكس انت كذي راح تقصر على نفسك على اهلك سواء انت كنت في الثانويه او انت طالبه في الجامعه كل واحد وعلى حسب قدرته يمكن الشخص اللي جاب لكم هذه الهديه هو عنده ما شاء الله مشروعه عنده مدخوله هو اساسا عنده فلوس وايد بحياته فهو يقدر يجيب لكم هذه الهديه القيمه او تكون هي غاليه بشكل عام، بس انت ترد له ممكن ترد له على حسب قدرتك الماديه اللي انت عندك اياها، وانا هذا اللي عايش عليه بحياتي، سواء وايد اشخاص يجيبوا لي هدايا، احيانا ما اقدر ارد لهم الهديه، يمكن ظروفي الماديه ما تسمح، اردها بعدين ولكن ما تكون نفس القيمه، اه واستغرب في بعض الاشخاص احيانا نشوفهم بالسوشيال ميديا ويتكلمون دائما انه اه يطنزون او يتقشمرون، فلان فلانه يا لي اه وانتم بكرامه جوتي او بدله، لازم اروح اشوف السعر. اللي هي لي إيه يا باتلي في البدله عشان انا اعرف شلون يعني ليش تعورون قلبكم اهي هديه استمتعوا واستانسوا بالهديه نفسها وان الشخص ذكركم فيها باختصار هذا كان موضوع حلقتنا اتمنى ان الموضوع كان حلو وقلت وجهه نظري اذا سواء في احد كان مؤيدني او معارضني بالنهايه راح نكون نحترم وجهات نظرنا ولكن خلينا نبتدي ايضا بدايه الفقره مع تقرير مهرجان السلام بالتنسيق مع لوياك وحديقه الشهيد اللي انطلق امس مع الفنانه اللي كانت موجوده هند حامد ونرجع للاستديو جميلة جدا هي اول مرة لي بالكويت فدعتني ادارة اكاديمية لويك للفنون لحتى اشارك بمهرجان السلام فانا موجودة هون وسعيدة جدا اليوم كان الحضور رائع جدا الناس كانت مبسوطة فبسطتني فشكرا لهم واكيد بتمنى طبعا اجي على الكويت مرات ومرات Back to the الفعاليه هي فعاليه مهرجان السلام طبعا اقيمت في حديقه الشهيد باداره طبعا لوياك وهي مؤسسه شبابيه تهتم بفئه الشباب واكثر نحظ على بهالفعاليه هذه ونركز على انواع الفنون في الكويت تجربة رائعة صراحة المسرح تجربته كثير لطيفه في حديقه الشهيد تجربه الغناء كمان في هذا المحتوى اللي هو الصوفي والسلام كمان تجربه رائعه، ما كانت اول مره بالنسبه لي لكن بشكل مركز كان في هذا الحفل. السلام شيء الكل يطمح له، فمن خلال لغه الموسيقى والفن اطلقنا هذه الحمله اللي هو مهرجان السلام. قبل ما يكون فنان فهو انسان ما بصبط الفنان يكمل بمشواره ان لم يكن جذوره بالانسانيه موجوده وبتخيل هذه مسؤوليه على عاتق كل فنان انه يقدم شيء للانسانيه بمحبه وبسلام يمكن الشيء الوحيد اللي يجمع هذه الشعوب هي الرساله الفنيه فلهذا سلطت الاضاءه اكثر على هذا النوع من الفنون <applause> كتير كبيرة من قلبي للكويت ومن مدينتي عمان لمدينة الكويت وأهلها وشعبها الطيب ناس لطيفين جدا جدا بتمنى أني أرجع أزورهم وأشوفهم وأغني لهم مرة ثانية نورتينا هند حامد بنت عمان بالكويت اكيد هذه درجة الثانيه وانتظرك اكيد في لقاءات ثانيه ومثل هذه المهرجانات عندنا بالكويت اللي تقدم اعمال انسانيه في حديقه الشهيد والتعاون معك شكرا لكم على هذا العمل الجميل وللفنانه هند حامد اكيد احنا عندنا في الكويت دائما سباقه في هذه الاعمال الانسانيه سواء من ناحيه الغناء لان فعلا الغناء من انواع الثقافه اللي تنشر من خلال الغنية نفسها اللحن الكلمات والاداء الجميل للجمهور والشعب الكويتي اكيد يستمتع بهذا الاداء مثل الفنانه هند حامد، ولكن اكيد بيكون معنا ضيف في الفقرات الجايه ما قلت لكم يا من بدايه الحلقه في جانب الفن، الاستاذ أه نواف الرحماني شاب موهوب بالرسم ولكن بطريقه خاصه يرسم بالاحرف، شلون يرسم بالاحرف وطريقته هذه الخاصه هل هي نوع من انواع المدرسه وحوار كثير اكيد راح نعرفه خلال الفقره الجايه، ولكن ايضا خلونا ننتقل ونروح لتقرير فقره عمل الحر ونشوف اليوم شنو عندنا. العمل الحر بشكل عام هو عبارة عن أن أنت يكون عندك فكرة عندك مشروع وتبي تطلق هذا المشروع للناس أو تبي تطلقه للمجتمع فشلون تطلقه؟ لا تتفرغ لتفرغ كامل تكون متفرغ لهذا المشروع من حيث الفكرة من حيث إدارة المشروع من حيث شون تتسوق هذا المشروع شلون أنت بتنجز هذا المشروع فلازم تكون أنت إنسان متفرغ بالكامل حق هذا المشروع فالعمل الحر في صورة كامل في صورة عامة هو عبارة عن تفرغ لاداره فكره او اداره مشروع. بالنسبه لي انا العمل الحر هو مدرسه. لان انت لما تروح المدرسه شنو تسوي بالمدرسه؟ تتعلم راح تتعلم وراح يصير عندك علاقات اجتماعيه مع عده اشخاص. فالعمل الحر نفس الطريقه هو مدرسه انك تتعلم فيها شلون تدير المشروع، شلون تدير الفكره ونفس الوقت راح يكون عندك علاقات اجتماعيه وبيئه غير البيئه اللي انت متعود عليها. فبالنهايه العمل الحر هو متعه بالنسبه لي انا. يعني حبي انا انا انسان من انا وصغير كنت احب امارس الاعمال، احب اسوي شيء مميز، شيء مبتكر، ان ناس تقول لي إيه عبد الله سوى هالفكره، الفكره هذه حلوه مو حلوه. فمن انا صغير احب امارس الاعمال الحره فكبرت معي وبلشت في عده مشاريع وعده قطاعات مطاعم كافيهات وعده مشاريع اخرى بالنسبه لي العمل الحر غير بشخصيتي وايد وبشكل عام العمل الحر اساسا يعزز الثقه النفس ويجعلك صاحب كلمه وصاحب اراده وقرار واذا انت كل انسان صاحب اراده فانت راح تكون مستعد انك انت تمارس اي شيء او اي فكره او اي مشروع من غير ما انت تكون متردد فضلت العمل في مجال الكافيهات لان الكافيه يسمح لك ان انت تطور من نفسك وتطور من شغلك، والكافيه سواء الكافيه او المطعم في مجال للتطوير، فانت ممكن في اي وقت تطور كافيهك ان انت تغير اثاثك، تغير ديكورك، تغير حتى المنيو مالك، وممكن انت تضيف اي اضافه بالكافيه او ما تقدر تضيف اضافات كثيره، فمجال الكافيهات واسع وحاليا هو اللي متميز، بالنسبه لي ما كانت فكره الكافيه اول فكره لي. أنا من 2004 بدأت أول مشروع كان مطعم أقول مطعم تخصصت في عدة مشاريع كافيهات، محلات ملابس، محل حلويات ومحل عصير أكثر من مشروع تم إنجازه بس حالياً آخر مشروع المشروع تم إنجازه هو عبارة عن كافيه. بالنسبة للشباب اللي عندهم تخوف من انه يبلش مشروعه. اول شيء اذا انت عندك فكره ومؤمن في هذه الفكره لازم انت تطلقها. ممكن تتاخر فيها ما تطلقها على طول تتاخر فيها تسوي لها دراسه، ممكن تاخذ دورات، تسال ذوي تخصص وحاليا كلنا اللي عنده اخوه وعنده ولد عمه عنده فكره او عنده مشروع قائم، تقدر تساله عشان ما تطيح في نفس الاخطاء. وفي أكثر من جهة حالياً تدعم الدورات المتخصصة في إدارة المشاريع والتسويق بالمجان فممكن أنت تأخذ أي دورة وتتميز في نفسك وتطلق فكرتك للناس أنت تستفيد وهم يستفيدون هذه الفقرة راح نتعرف على شاب عنده موهبة الرسم والخط ودمج ما بينهم وقدر انه يتميز في هذا الشيء انه هو يرسم بالاحرف، هل هي مدرسة خاصة فيه او تعلمها من احد معين في هذا المجال؟ اكيد راح نتعرف اكثر خلال هذه الفقرة مع ضيفنا الرسام والخطاط نواف الرحماني حياك الله ومنورنا. الله يحييك ويخليك. أه شنو سالفة الرسم بالاحرف؟ هل هي مدرسة خاصة فيك ولا انت تعلمتها من احد؟ هي للأمانة يعني أنا ما يعني تعلمتها من أحد لكن أنا مو مبتكرها يعني هي قديمة أساسا حلو من قبل الأتراك على ما أظن هم اللي سووها يعني ممتاز. فمن بعدها قمت أستخدم هالأسلوب لكن هو مو أسلوب الأساسي لكن أستخدمه وصار عندنا هو الرسم بالحروف ويعني صارت الناس تعرف أكثر حلو نواف يعني لو نبي نقول هل هذه الموهبة كانت عندك من وأنت صغير ولا عرفتها يمكن لما دشيت الجامعة وتخرج و... هي بدايتي كانت أرسم اول شيء تقريباً عمري خمس سنين بعدين حلو. دخلت مع الخط بما إني أنا أحب الشعر فدخلت مع الخط بس على كلمة موهبة يعني أنا مرات أؤمن فيها مرات ما أؤمن فيها مرات اللي يكون عنده موهبة ممكن يكون إن خطه حلو أو مثلاً يكون متميز بشيء معين حلو. لكن هم اللي يدرس ممكن يكون أقوى منه فإذا الموهبة أنت ما طورت ما نميتها فما الله حلو موهبة انت خل... يعني بتوديني حق سؤال يمكن من خلال اجابتك طرف في بالي هل فعلا الناجح في مجال الرسم لازم تكون عنده موهبه ولا لازم يدرسها؟ لا مو بالضروره مو بالضروره يعني هو يعني احنا لما الخط شون نتعلم الخط شلون نتعلم الخط؟ في منهج نمشي عليه، في احرف نمشي عليها ندرسها فمن الدراسه نتعلم، فاذا واحد كان عنده موهبه اوكي ممكن أن يشغلها بالخط، بس اذا واحد ما عنده موهبه يبي يتعلم مو معناته ما يقدر يتعلم، يقدر يتعلم. ممتاز يعني من كلامك افهم انه لازم اللي عنده موهبه ينميها من خلال دراسة، واللي يدرس هذا الشيء لازم تكون عنده الموهبه ويدمج ما بينهم. بالضبط. لكن انت نواف شلون تقدر تطور نفسك؟ قاعد تقول من يوم كان عمرك خمس سنين، شلون قدرت تطور نفسك لليوم؟ هل التعلم من خلال اليوتيوب؟ دشيت دورات؟ والله للامانه على ايام اليوتيوب قبل أي. يعني كان قليل يستخدمون الخطاطين، فاغلب الاشياء اللي قاعد تعلمها باليوتيوب كانت خطا. بعدين التقيت في استاذ هو اللي علمني اسمه الاستاذ حسام المطر هو اللي علمني الخط أه من بعدها قمت اتطور فبالدروس احنا نتطور. حلو ممتاز أه هل هذه الموهبه الوحيده عند نواف ولا عندك مواهب ثانيه تقدر تكلمنا عنها؟ والله رسم والخط واغني مرات بس صوتي حلو. يعني نقول ددنه بين الشباب مو, مو, مو اللي هو إيه تقدر تتصرف فيه بالسوشيال ميديا. بالضبط ما عندي غير غير الخط والرسم. حلو، محنة. كلمنا عن المدارس الفن الثانيه، هل فعلا انت بس هذا اللي يستهويك الرسم بالاحرف ولا عندك في امور ثانيه بالفن تعجبك ودك انك تتعلمها؟ والله اللي انا احبه ودي اتعلمه اللي هو الخزف، يعني انا اشوفه بالنسبه لي شيء يعني ممكن انا اتعلمه بس شيء صعب، يبي له وقت والخط كذلك يبي له وقت ف مو قادر يعني احصل وقت اني انا اتعلم مثلا خزف ومو قادر احصل وقت اني انا اطور نفسي بعد زيادة خط فلو اركز على شيء واحد افضل يكون قلت فن الخزف يمكن اللي مهتمين بالرسم وهذا المجال يعرفون شنو هو فن الخزف خلينا نوضح للمشاهدين كنت قاعد تقول ودي اتعلم هذا الفن عرفنا عليه اكثر الخزف ممكن يكون على اشكال مجسمات اذا شفتهم بشكل بسيط يعني ممكن اقول لك انه مثل طين او عجينه يخلطونها ممكن تسوي من خلالها شكل معين او مجسم حلو لكن انا ودي الخزف في بعض الخطاطين يسوون الخزف او الفنانين التشكيلين يدمجونه مع الخط العربي مع الاحرف ف قاعد افكر اني انا استخدم الخزف في اللوحات ممتاز فطريقه مجس يعني مجسمات شيء بارز فهذا اللي ودي انا اسويه ودي اتعلمه اتوقع مو بس انا قاعد اسال اكيد اللي قاعد يتابعنا انه شنو الورقه قدامك والبوكس وشنو راح تسوي لنا من خلالهم هذه ورقه عاديه أوكي. او نقدر نقول ورقه يعني مناسبه حق الخط زين وهذه المقلمه فيها الادوات وهذه المحبره شو راح تسوي لنا والله انت كيفك شن انت اكتب لك اكتب لك خلينا نقول ما نحن في برنامج رايكم شباب قناه راي تقدر تكتب مثلا الراي او برنامج رايكم شباب طبعا تقدر تشرح لنا أي. الطريقه انك شلون قاعد تسويها على اساس بحيث اللي حاب انه يتعلم ويشوفك يحاول انه ممكن يروح ويتعلم اكثر. أه، اذا بشرح الطريقه راح اخذ يومين يمكن عشان اشرحه المبسط يعني, يعني خلينا نقول الاختصار انه لازم يكون قلم معين مثلا تشرح ايه قلم في أغلام معينه احنا نشتريها مثلا نجيبها من برا وفي حبر احنا نستخدمه حبر طبيعي غالبا ما يكون وداخل الحبر في حرير حلو عشان يمسك الحبر. ممتاز ايش راح الحين راح اكتب الراي. يلا خلينا نشوف. طبعا الحين الفنان والرسام نواف راح يكتب الراي على الورقه اتوقع يعني مثل هذا النوع يبي له صبر ويبي له ان واحد يحب هذا المجال عشان يقدر يبدع فيه لانه مو كل شخص راح يمسك الريشه او القلم ورقة راح يقدر يبدع في هذا المجال والله هو كل شيء يبي له صبر عرفت؟ بس يعني في نواف وانت قاعد ترسم على اساس ما بي كان كان متعبدين شوي ما اسولف هل في حبر معين حق الرسم اي في حبر في حبر حق كل نوع يعني رسم يعني هذا حبر طبيعي مثل ما قلت لك يسوونه طبيعي زين اي فالحبر صاير مثل الماي يعني خفيف ويمشي ما اقدر استخدم الاحبار اللي هم او الالوان اللي هم يسمهم أكليريك اللي تكون مثل المعجون حلو هذه ما اقدر استخدمها بالكتابه لان ما تمشي ما, ما يمشي القلم فيه فالحبر يكون يعني لازم يكون مثل مثل الماي تقريبا خفيف حلو عشان اكد المعلومه هذا النوع من الفن اللي الحين قاعد طبقه قدامنا اتوقع هم الاتراك هم اول ناس اللي طبقوه صح وكانوا يستخدمونه أه بالضبط بس يعني هذا تاريخ ما اقدر اقول اول ناس سووه الاتراك بس هم معروفين فيه اي أكثر. هم معروفين فيه اكثر وهم طوروا وايد صارت عندهم وايد مدارس فاحنا هم قاعد نتعلم منهم يعني حلو هذه خلص منها خلينا نشوفها مع الكاميرا اتوقع الرسمه راح تنحط على شاشه ونشوف نواف قدرنا فعلا زين انت قلت حبر بس انا شوي يعني حبر بني شلون عادي يعني انا ما قلت حبر توقعت يعني راح يكون كحلي او اسود فقط لا لا تقدر تتحكم بالالوان عادي, عادي. هل انت تسوي خلطه ولا هم يبيعونهم الوان؟ لا لا في ناس يعني تخصصهم انه يسوون احبار، في ناس تخصصهم يسوون اوراق لان احنا نكتب على اوراق معينه يعني اوراق خاصه للكتابه اما هذا مثل هذه الورقه هذه ورقه خاصه للتدريب اوكي ففي ناس تسوي حبر يمكن تكلمنا احنا عن القلم واللون بس ابي ارجع على الورقه ما انك ذكرت قلت ان هذه النوع الخاص حق الرسم بالاحرف هل فعلا بس هذه الاوراق نقدر نطبق عليها ولا اي ورقه ممكن احنا نرسم عليها شوف اي ورقه صعب لان احنا نكتب حبر فانت لما تيجي ورقه مثلا يكون دفتر عادي حلو تكتب فيها بحبر الحبر راح يمتص الورقه فما تقدر تكتب على راحتك، اما هذا النوع من الاوراق هاي تكون ناعمه شويه. وشنو يسمونها؟ يسمونها كوشي كوشي. اوكي. فهذا النوع من الورق يساعد إن يخلي الحبر يمشي ويساعد إن يعني ما ما يخليه يعني مثل الحبر يمتص الورقه. ممتاز، متى خلينا نقول الفن الفنان نواف قلت انا ابي استخدم هذا الفن خلينا نقول التركي، انا بسميه تركي من اليوم. ديوان. آه زين، انه قلت ابي ارسم هذا الشيء. يعني ابلش بالاحرف، وش معنى اخترته هو؟ يعني شنو قصدك بالضبط؟ الرسم بالاحرف آه والله للامانه يعني مثل ما قلت لك هو شيء قديم زين فغالبا الناس يعني يحبون مثل ما تقول آه الشيء الغريب او الشيء الجديد آه وفي ناس مثلا تحب الخط اوكي تحب الخط بس في ناس مثلا تلقاه مو حيل يستهوق الخط في رسامين فانت لما ترسم بحرف او احرف فالناس تنبهر من هالشيء وتستمتع يعني لان هذا يعني نوع من الفن اللي هو الرسم والخط صحيح. فغالبا يعني حتى السوق يحدك انك انت تسوي اشياء مرات انت ما تتقبلها او ما تحبها حتى صحيح. الالوان فالسوق يحدك انك انت تسوي شيء الناس تبيه. طبعا, طبعاً. يمكن نواف كل شخص مبدع في اي مجال عندنا بالكويت او الوطن العربي ونتابع ونشوف عنده شيء يبي من خلال مجاله، انت بالرسم بالاحرف شنو تبي توصل له؟ شنو هدفك؟ والله هدفي اول شيء اني انا اطور من نفسي وهدف اي خطاط بالعالم انه هو يكتب القران يعني لان هذا شيء يعني شيء وايد كبير بالنسبه حق الخطاط وانه يوصل حق الاجازه، الاجازه اللي هي الشهاده اللي انت تاخذها ونقدر نسميك انت فعلا خطاط وتقدر تعطي حق طلبتك طلبتك اجازه. فودي اني انا اكتب ودي اوصل هذا الفن حق برا الكويت بعد. ان شاء الله ونتمنى ان فعلا مثل ما الحين احنا قاعد نتكلم في هذا اللقاء ان الفن من تركيا وغيرها من الدول يمكن احنا ما يحضر لنا إن هذا الفن وين كان ايضا ان يقولون ان نواف هو اللي برز هذا الشيء بالكويت وخلى الكل يتعلم من خلال هذا الفن، هل شاركتي معارض؟ اول شيء انا يعني ما اقدر اقول انا بروحي برشت هذا الشيء في وايد ناس احسن مني في وايد ناس انا تعلمت منهم بالكويت في وايد اسامي كبيره يعني لهم مكانتهم هني بالكويت شاركت معارض وسويت دورات برا الكويت شاركت بمعرض بباريس سويت ثلاث دورات في هنغاريا ما شاء الله زين من جمهورك اكثر من خلال مشاركاتك ويعني عرضك لشغلك هل تشوف الشباب خلينا نقول الصغار ولا خلينا نقول الكبار هم متفاعلين اكثر احيانا ننصدم ان في حريم كبار لما نروح المعارض ونشوف مهتمين بهذه السوالف ويشجعون الشباب وايد فمن جمهورك؟ والله جمهوري انا اشوفه اي الكبار يعني تقدر تقول من 21 22 وفوق يعني اما الصغار لا مو وايد يعني في بعضهم بس مو وايد يعني مو كثر الكبار لان الكبير يفهم شنو قيمه الخط، شنو الخط ممكن يعطيك، شنو ممكن يغير من شخصيتك يعني، اما الحين الوقت هذا يعني تعرف ايباد وهذا <applause> فتلقى الكبار هم اللي يقدرون هذا التعب اكثر، آه، لو نبي نتكلم على موضوع ثاني لوحاتك انت اللي ترسمهم وتشارك فيهم، من وين تستوحي افكارك؟ هل آه يعني يمكن نحن، عندنا اكثر من ضيف استضفناه في برنامج رايكم شباب وكان له يعني خط في مجال الرسم، في اللي يحب يقعد بالقهوه يرسم، في اللي يحب يقعد بين ازعاج، اللي يحب الهدوء، انت شنو جوك بالرسم؟ والله شوف انا اذا كان فيني طاقه سلبيه بعيد الشر عنك اسويها بلوحه اطلعها بلوحه ودائما مثلا لما اسوي لوحه او شيء يعني احط موسيقى شويه وتركيه بعد احط موسيقى <applause> شعر مثلا واسوي اللوحه يعني فممكن يكون ما لي جو معين بس اذا حسيت ان انا ودي اني اسوي لوحه ودي اني اكتب شعر عجبني راح أكتب انزين عندك ورقه ثانيه تقدر تطبق لنا بعد جمله او كلمه؟ نبي شيء من عندك الحين انت تكتبه جمله متعود عليها، شفت الناس حبوها اكثر ككلمه او جمله. اوكي ان شاء الله. طبعا احنا راح نشوف شنو راح يرسم لنا نواف، آه انا ما ادري ليش طرف في بالي يمكن راح تكتب لنا كلمه الشباب حابين فيها بالسوشيال ميديا او راح تكتب شيء يعني مثل شوي. انت شنو ببالك؟ ماك شيء ببالي بس يعني هذا اللي طرف في بالي، يعني شنو تتوقع انت؟ والله للأمانة ما أدري يمكن يعني ما أقدر أقول لك يمكن يعني لأن ما أدري. انزين يعني شوف البعض نواف يعني نبي أحد يعني يبيك تجاوب على هذا السؤال هو انتقاد. أنه ممكن البعض يقول أن هذا مو رسم هذا نوع من أنواع الخط أن أنت خطاط وليس رسام. فشنو ردك عليهم؟ هو صح هذا اللي أنا قاعد أسويه هو خط مو رسم. المقصد الرسم مثلا ما أدري إذا أنت شفت شيء من قبل اللي هو خيل بس الخيل مرسوم بالاحرف فاهم علي؟ اوكي ف ما ادري اذا ما ادري منو راح يقول مثلا هذا مو رسم ممكن يقول يعني هذا وجهه نظر اكيد راح احترمها لكن هم يعتبر نوع من انواع الرسم لان انا قاعد ارسم بالاحرف حلو عشان بس نوضح نوضح انه هذا مو بس انت اللي تقعد تسوي هذا بس خط خط إيه؟ مو رسم حلو إيه؟ ممتاز على اساس نوضحها بس حق المشاهدين إن الحين نواف قاعد يخط لنا بعض الكلمات على آه الـ الـ الاوراق آه ولكن هو ايضا عنده لوحات يشارك فيها اكيد في بعض المعارض و يعني سواء في الكويت او خارج الكويت فا اكيد عنده رسمه مثل ما قال ممكن احد يرسم خيل على الرسمه ولكن هو يرسمها عن طريق الاحرف فبصراحه شيء يعني جميل مشكور آه راح نشوف شنو كتب لنا نواف عشق ومن لا يهوى العشق ومن لا يؤمن بالعشق فاتوقع عشق من انواع الحب ونتمنى لكل شخص اكيد قاعد يتابعنا انه فعلا يكون تكون حياته كلها عشق وحب وحياه سعيده وجميله ولكن اكيد ودي اعرف هل انت وصلت لمرحله الاحترافيه بان ممكن انك تقدم دورات ان الشباب والبنات يتعلمون منك ولا للحين تسمي نفسك هاوي؟ شوف انا يعني انا احس نفسي بين البينين بس الاحترافيه لا بعيده عني لكن الدوره يعني بالنسبه لي وجهه نظري شنو فكره الدوره؟ الحين اذا انا عندي معلومه مثلا لك كمذيع او كاعلامي معلومه يمكن ما تعرفها انت فيها مشكله اذا انا اعطيتك اياها بالعكس ممكن اجي اقولها على الشاشه ومع مع اني انا يعني مو اعلامي لكن عندي معلومه ممكن افيدك فيها فهذا اللي انا اقصده مثلا اذا انا عندي معلومه حرف او معلومه كلمه او معلومه معلومه عن خط اقدر اعلمها حق شخص زين اذا انا عندي وايد معلومات ليش ما اسوي دوره؟ يعني, يعني مو ضروري أنك توصل لمرحلة الاحترافية أساس تقدم دورة بالضبط مو ضروري إذا ما أنت عندك علم عندك شغلة أنت مثل ما يقولون زكاة العلم نشرة فإذا أنت عندك علم ليش ما يعني توازع حق الناس كلها بالعكس حلو، فمو بالضروره تكون محترف عشان تسوي دوره مثلا زين انا ودي ابيك تشاركني في موضوع الحلقه من شوي بما اليوم من غير شر زملائي موجودين، ودي تشاركني بالموضوع هو هل انت من الاشخاص تهتم بالهديه اللي تقدم لك؟ يعني سواء كانت في مناسبه عيد ميلادك، زواج، اي مناسبه موجوده في حياتك او انجاز انت حققته في مجالك بالرسم، تهتم بالقيمه الماديه اللي تقدم لك؟ يعني سواء اذا كانت ساعه، كتاب، ورده، شنو هي كانت؟ تهتم بالقيمه ولا تهتم بالهديه بس؟ يعني كقيمه الهديه نفسها. والله للامانه مثلا لو تقول لي شوف بالنسبه لي يعني اللي يعرفوني عدل دائما يبون لي اغراض خط. واغراض الخط يعني سعرها يعني ما يكلف ولا شيء يعني، فبالنسبه لي هذه يعني شيء وايد كبير يعني، وفعلا شيء استعمله واستخدمه. بس اذا بيتيني برا الخط لا والله عطني الفلوس احسن شوف الحين صارت هبات انه دائما الجروب اذا احد يعني بيهدون احد يقومون يتحطون في مبلغ يقولون هو يستفيد المبلغ احسن من يجيب شيء هو اساسا ما يحبه ولا راح يستخدمه خصوصا اذا واحد كان عنده مثلا كل شيء يعني ساعه عنده ساعات واحد مثلا شنو تشتري له مثلا؟ كلمة أخيرة نواف حاب توجهها لكل الشباب أو نصيحة في هذا المجال أنت شفتها ممكن أحد مو قاعد يطبقه صح أو في بعض الأغلاط تبي توجهها لكل من قاعد يتابعنا. والله نصيحة أنا أعطيها حق الأمهات والأبهات إذا عندكم ولد شيطان أو عندكم ولد عنده هواية لا تقول مثلا الدراسة تاخذ من وقته يقدر يجزئ وقته لأن بالنهاية يعني الهواية تربي ف... وتغير الشخصية وتغوي الشخصية ويصير عنده ثقة فإذا واحد يعني من عيالكم عنده هواية عنده أيا كان دائما ندعمه دائما ندعمه لأن الهواية بالنهاية يعني تكون شيء مربي يعني شيء من التربية طبعا كل شكر لك نواف الرحمن رسام وخطاط استمتعنا معك في هذا اللقاء أكيد وموفق في خطواتك الجاية وقال فعلا ضيفنا كلمة جدا جميلة عنده طاقة سلبية طلعها في الرسم فإذا عندكم طاقات سلبية طلعوها بشيء حلو وخلينا نشوفها من إنجازات فاصل وردي انتخابات الجامعة والهيئة وغيرها من الأمور حتى في المدارس والجامعات قاعد نشوفها جدا شاغلة المجتمع الطلابي عندنا في الكويت والسوشيال ميديا ومنه راح يفوز ومنه راح يأخذ الاتحاد ومنه راح يمسك الجامعة ويهتم في أمور الطلبة اليوم عندنا ضيوف راح نستمتع معهم نتكلم عن هذا الموضوع اللي شاغل كل طلبة مو بس هذه الفترة يمكن طول السنة وفعلا قاعد نشوف أن دورهم جدا كبير ومهم راح نتناقش معهم ونتكلم مع قائمة المستقبل الطلابي معانا الضيف محمد عيد الرشيدي رئيس الهيئة الإدارية لقائمة المستقبل الطلابي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حياك الله. الله يحييك أخوي. وأيضا معنا نادر شوفان الشريف المنسق العام لقائمة المستقبل الطلابي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حياك الله. الله يحييك مستمتعين بهذا اللقاء وانا يعني نصير الطلبه ودائما مع طلبة قلبا وقالبا واحب اني انقل يعني خلينا نقول مشاكلهم قبل انجازاتهم بحيث ان الكل يسمع ونقدر نلقى حلول لاي مشكله قاعد تصير سواء في الهيئه العامه او في الجامعات او عندنا في المدارس الحكوميه بشكل عام. خلونا نبلش نتكلم عن دور الرئيس والمنسق العام يمكن وايد من الطلبه ما عندهم موضوع شنو دور الرئيس وشنو دور المنسق فبما انك الرئيس نبي نعرف دورك في هذه القائمه بالاضافه بعد شوي راح نتكلم معك اكيد عن دور المنسق بسم الله الرحمن الرحيم نشكركم على هذه الاستضافه حياك الله باذن الله أن تكون حجه لنا لا علينا باذن الله امين الرئيس مهمته لحد الان اشرافيه باذن الله بعد الفوز يكون هو رئيس الاتحاد هو اللي يستكمل حلو. المشوار ممتف. بهذه الطريقه انتهى دور المنسق هو اللي يكمل الطريق مكانه فهو اللي يكون رئيس اتحاد الطلبه فالحين اشرافي لحد هذه الفتره باذن الله وباكر ان شاء الله بالله بالله حاليا الله. انت اشراف على القائمه بالله. عرفنا دور الرئيس انه بعد ما ان شاء الله الله يوفقكم واذا حالفكم الحظ واخذتوا الفوز لكم باتشر راح تكون انت المشرف العام والمنسق وكل شيء راح يكون بيدك باذن الله وانت قدها اكيد إن شاء, الله ان شاء الله دور المنسق نفسه طوال الانتخابات شنو الدور اللي يعني لازم هو يقوم عليه خلال الانتخابات بسم الله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله نبينا محمد عليه الصلاه والسلام دور المنسق العام في قائمه المستوى الطلابي يحط له اهداف يمشي عليها يرتب له امور بحيث ان الهدف يكون انتصار قائمه المستقبل الطلاب له مرشحين له طاقم في مكتب التنسيق في شتى كليات معاهد هي عملة لتنميه التطبيق والتدريب بحيث انه يكون الهدف هو فوز قائمه المستقبل الطلاب وبعد ذلك يكمل مسيره الرئيس مع المرشحين مع الطاقم اللي بيستكمل في انتخابات اتحاد الهيئه العامه لتنميه التطبيق والتدريب قدم باذن الله ممتاز يمكن هذه الرساله أوجه لكم ولي منافسينكم في الانتخابات انا يعني ماني قايل راح نكون بصفكم او صف الجانب الثاني ولكن هذه الرساله فعلا يعني الطلبه واجب ان انتم عليكم تحققون كل طلباتهم وخلال دراستهم في الهيئة أن يكونوا هم فعلا مرتاحين وأنتوا تلبون كل احتياجاتهم بحيث ما نسمع مشاكل أو ما أعطونا تدون انت الكلاسات الشعب وأمور مشاكل طلبة كثيرة صحيح. يمكن لو بنعددها يبيلها مو بس حلقة أو فقرة فقرتين فمسؤولية مسؤولية كبيرة عليكم والله يوفق الجميع يا رب ونشوف فعلا اللي يستحق أن يكون موجود وفايز باكر إن شاء الله استعداداتكم يمكن ما راح أسألك يا رئيس القائمه بس المنسق لأن هذا الدور لك عليك انت استعداداتكم حق انتخابات باكر شنو يعني سويته ولا عليكم وشلون ردود افعال خلينا نقول القائمه نفسها. حنا طوال السنه العام النقابي 2016 2017 خدمنا في شتى كليات ومعاهد الهيئه العامه للتعليم التطبيقي والتدريب وعلى تم الاستعداد لخوض الانتخابات غدا باذن الله ورأينا والتمسنا من الطالب نوع من انواع التغيير. انتصرت الغوام الأخرى في الانتخابات السابقة وبكرة بإذن الله انتخاباتنا ومتجهين باذن الله الصوت راح يكون باذن الله القائمة مستوى طلاب باذن الله واحنا دائما نحب التغيير يمكن انا كانت لي مشاركه في جامعه الكويت من السنوات السابقه يعني كنت طالب في جامعه الكويت وشفت الروح حلوه يعني تجربه الانتخابات جدا جميله فحلو ان الواحد فعلا سواء شارك كرئيس كمنسق كعضو في هذا القائمه تجربه حلوه لازم الواحد يستفيد منها سواء كان ناجح في القائمه او ما نجحت القائمه طوال دراسته التجربه حلوه وجميله صح. نفس الوقت والروح صح. لازم تكون تكون حلوه وموجوده من يفوز يبارك للثاني دائما نشوفها عندنا جانبين في ناس تسوي مشاكل في ناس لا والله تحيي والروح حلوه اذا خسرت تروح تهني القائمه الثانيه نبي نعرف شعاركم هذا السنه شنو هو حق القائمه شعارنا نصرنا مرة العيون سبب اختيار هذا الشعر. سبب اختيار القائمه لها مده بانتخابات وكل ما لها ان شاء الله وقاعده تزيد بالارقام فالسنة هذه من باب الثقة بالنفس بدنا نصرة ما رايون قدام العين بدنا اللحظة. إن شاء الله. أه بالنسبة حق أجواء يعني خلينا نقول الطلبة. وباكر الانتخابات ويمكن قاعد يتكلمون الطلبه كلهم بالسوشيال ميديا واللي حاول يوصل ترند الهاشتاج اسم القائمه بالاضافه الى أنه يشجعون للتغيير بان فعلا قائمتكم او قائمه ثانيه ان هم فعلا نبي نغير في المكان ان الطلبه أنت فعلا محتاجين بان واحد يكون فعلا قدها انه يغير في المكان وانت وان شاء الله بتكون قدها فشلون اجواء الطلبه واستعدادات؟ في موجه تغيير باذن الله بين طلبه وطالبات الهيئه العامه للتطبيقي ان شاء الله و قائمة المستقبل الطلابي فعلت امور كثيره عجز عن فعل الاتحاد العام فهذا اللي مخلينا متفائلين ان خذينا دور وحجم على قولتهم اكبر من حجم كقائمه حلو. كنا اقرب ناس لهموم الطالب والطالبات وباذن الله راح يتوجنا الطالب والطالبه قدا باذن الله حلو ان شاء الله, الله. يتنوه الطالب الحين اخوي اصبح في وعي وعي تام يعني الطالب مسلوب حقه طول فتره طافت ما في جهه ضاغطه قاعده تضغط بالطريقه الصحيحه للأسف حنا ما ودنا نشير أصابع اتهام لأحد لكن الطالب أصبح بوعي بإذن الله باكر بيحصل التغيير باذن الله طبعا هاي. ان شاء الله باكر راح نشوف النتيجه راح يكون لصالح منه ولكن ايضا نصيحه اقدمها لكل شخص في الجامعه سواء انت كنت في اي قائمه قاعد تشارك فيها او مجرد طالب ترى انت في المستقبل راح تمسكون مناصب بالديره راح تكونون يعني مثال لكثير من شباب اجيال قادمه فتركوا بصمه جدا جميله وحلوه سواء نجحتوا في القائمه او ما نجحتوا حلو الواحد يترك بصمه حلوه بحيث اذا راح اذا يا غيره يذكر يعني يذكر القائمه هذه او الشخص او الطالب بالخير ويقول فعلا قدموا وكانوا سواء نجحوا او ما نجحوا هم كانوا فعلا مثال خير ونحتاج انه يكون في السنوات القادمه انه فعلا مثل هذه القائمه تكون موجوده مثل هذه للطلبة المنافسه شلون تكون بين القائمه؟ هو على تعليق على كلامك العمل التطوعي جميل. صح يعرفك يخليك بجواء مع طبعا الطلبه طبعا اجتماعيا وفكريا حتى لما تساعد طلبه وتوقف وياهم كلمه حلوه منهم هذه تكفي هذا اللي احنا قاعدين نتكلم طبعا اكيد الحمد لله يا رب اما اجواء الانتخابات اجواء جيده والطالب باذن الله يشارك باذن الله بيتوجه للقائمه اللي تبتكون وياه وتبتكون تكون جهه ضاغطه باذن الله بالمستقبل والدافع عن حقوقه بغض النظر عن الحماس في الحماس يسبب مرات عنف طلابي فهذه افعال شخصيه ما ما نلتفت لها لكن باذن الله باكر المشاركه راح تكون جيده من الطلبه والمنافسه شريفه باذن الله. محمد جوابك شويه دبلوماسي بشوف نادر راح يكون دبلوماسي نفسك ولا لا؟ نادر المنافسه بين القوائم. المنافسه شريفه احنا على قولتهم ترى نبي جواب اللي احنا نشوفه في السوشيال ميديا حنا احنا ننتقد على قولتهم افعالهم وليس اشخاصهم، لكن في المقابل يحصل على قولتهم عنف طلابي من الطرفين. صحيح ممكن يكون منهم من 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 ومنهم لكن هذا عمل فردي يعني. عمل فردي ما صحيح. هو على قولتهم من شخص ممكن جاي طبعًا. ممكن هو يعني مو شرط يكون مسؤول في القائمه اما المسؤولين في كل القوائم ربع واخوان ما ما يفرقهم الا بكره باذن الله ويوم التصويت ينتهي ان شاء الله ما يفرقهم باكر والتمور ربع واخوان لا باكر احنا بنفترق ضروري انتخابات يوم الخوه دوم على يقولون وعلى العنف الطلابي هم بعد يقول لك من اسال العقوبه اسال ادب صحيح من امن العقوبه سالك، اكيد تب. فهذه من ضمن الامور الاداريه يعني في الاداره في التطبيقي في كليات ومعاهد التطبيقي شوي مهمله دور مثلا الامن السكيورتي إيه أبي, ابي 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 هذا الجواب فباذن الله نطالب الشغله هذه نطالب فيها يعني مشاكل تصير ما في سكيورتي يعني الحين يطالبون التصويت بالهويه في المقابل شنو؟ السكيورتي اللي برا عادي تدش بدون هويه فالحين لازم تصوت أنت عادي تدش طالب بدون هويه فما في تفعيل من ناحيه السكيورتي والامور الامن هذه الحل عند الاداره. احنا وصلنا صوتنا لهم لكن يعني انتم اللي تبونه ما حد يدش الا بهويته. احنا دائما نوصل صوتنا للاداره، لكن ما لنا حق، يقولون انتم قائمه اذا مسكتوا اتحاد تعالوا كلمونا، فهذا شوي اللي الطالب يمكن يجهله، اغلب الطلبه يجهلون يقولون وينكم مرات؟ احنا ما بدنا يعني اذا جينا لبسنا باج قائمه وجينا نساعد طلبه من باب قوانيننا واللائحه الطلابيه تمنعنا من الشغله هذه. فاجباري ان نمشي مع القانون. كلام جميل ويمكن هذا اكيد تصريح نوضحه لكل من قاعد يتابعنا، يمكن وايد اهالي ما يدرون شنو عيالهم قاعد يواجهون في انتخابات اثناء الجامعه، وايضا الطلبه يمكن المستجدين وغيرهم يحطون لهم يمكن على القائمه نفسها ان انتم مو قاعد تقول انتم مو قاعد تسوون، ما يدرون في جهه ثانيه ايضا اللي هي الاداره نفسها يمكن ما تسعى او تساعد القائمه نفسها وتحط ايدهم بيدهم وانه يساعدونهم في بعض الامور البسيطه. نبي نتكلم نادر عن موضوع في حال ان شاء الله حالفكم الفوز باكر. شو مطالبكم اللي راح تحققونها ان شاء الله على ارض الواقع؟ احنا عندنا مشكله هي ابرز مشكله يعاني منها الطالب. والمشكله هي الشعب، شعب, شعب مغلقه. أكيد. آه مواعيد وهميه ندخل السيستم آه موعد ننتظره اربع خمس ساعات ثم صحيح ندخل وما نلقى مواد فاحنا على قولتهم نبحث لحل مشكله جذريه. مش مشكله يعني احلها اليوم وبكره ممكن الكورس الجاي او اللي بعده ندش في مشكله ثانيه. وهي على قولتهم زياده الميزانيه. زياده الميزانيه وانتداب ميزانية, ميزانيه شنو الحل حق الموضوع الميزانيه انتداب دكاتره تعيين دكاتره مو هذا هو فعلا يمكن وايد من الناس يقولون يحطون لوم على الطلبه في الانتخابات وعلى كلها على الطلبه وما يدرون ان اللوم على الاداره نفسها انه فعلا لازم هم يوظفون بعض الدكاتره يروحون في دكاتره عندنا مستحقين وعندهم شهادات يبون يتوظفون يقولون لا احنا كاف مكتفين وما نبي دكاتره بعدين نرجع يقول لا والله نبي نوظفها يعني هذا الموال قاعد يروحون يمين يقول لهم يسار ما ندري شنو الحل حق هذا الموضوع نتمنى فعلا ان نوصل حل حق هذا الطلب بالنهايه احنا نبي الطلبه يمكن هذا الشيء راح يحل مشكله ايضا ثانيه ما تكلمنا عنها اللي هي الزحمه ليش طالب قاعد خمس سنين او ست سنين بالجامعة وتراعي ايضا سوق العمل كونه دكتور بتخرج ثمان سنوات يدرس عنده وظيفته ضامن وظيفته اما انت مانع اني انا كوني طالب اني ادخل محاضرتي وما الدكتور ايضا انه يعطي محاضرة هذه مشكله. يمكن انا كنت طالب الجامعه وعشان كذي اشتطيت معاكم قاعد اشوف هذه المشاكل مم. وانا واجهت بعض المشاكل في الجامعه وهذه الامور يعني الواحد تخيل لو يقعد كورس بس عشان ميداني او يقعد كورس عشان صحيح. ماده ليش؟ صحيح. ليش ما تدخلونه مع هو مجرد طالب او حتى بتقول مع طلبة ثاني اوكي 10 20 خلوهم يتخرجون يقعدون يضيع من وقتهم في البعض خلينا نقول يعني راح نطلع لمواضيع ثانيه اللي بيتزوج اللي عنده مسؤوليه اللي يعني كل اللي بيشتغل اللي بيكون نفسه ما تدري شنو ظروف الطلبه مو كلهم يعني ظروفهم واحده او تناسبهم انهم يقعدون او عادي انهم يكملون فيعني في مشاكل كثيره ما نبي نحط هاللوم بس على الطلب وعلى القوائم اللي قاعد تشتغل ودها أن تنجز وتسوي انجز قاعد ينجزون وقاعد يقدمون الكثير مثال الطلب عندنا اليوم في الاستديو حطوا ايدكم بيدهم ساعدهم شوي وحاولوا ان احنا نكون نطور ونسوي تغيير فعلا جذري وننسى انه يعني نقول شخباري لما نتكلم نقول ما في شعبه شخبار لما نقول ما في كراسي شخبار يعني نبي نسمع هذا الشيء فعلا على ارض الواقع يمكن همومنا وايد ومشاكلنا وايد لما نتكلم وان شاء الله نلقى لها حلول واحنا متفائلين بوجود شباب مثلكم حابين العمل التطوعي بنهايه مو قاعد تاخذون شيء قاعد تشغلون جهد من نفسكم وقاعد تعطون من نفسكم قواكم الله والله يعطيكم الف عافيه فعلا احنا نحتاج شباب مثلكم مثل ما قلنا من شوي راح تمسكون مناصب بالديره عسى ربي يوفقكم ونبي نرجع نكمل حوارنا اكيد على الانتخابات محمد لو تقولي انجازات قائمه قائمتكم السابقه شنو سويتوا بحيث ان نشجع اكيد في وايد من الشباب الحين طلب عندكم قاعد يتابعونا ويبون يعرفون يعني انجازاتكم سويتوها يمكن البعض ما يبي يصوت لكم يغير وجهه نظره من خلال كلامكم عن القائمه. انجازات القائمه يمكننا ماسكين الاتحاد طبعا انا ما اتكلم بالحاله إيه؟ انجازات القائمه زياده دعم الكتب 60% الاعانه ضمنها الاعانه وطالبنا كل ما يخص الطالب لكن هم كمثل الشغله يحتاج السالفه وميزانيه ومجلس. مكافاه وما. التخصص النادر، زياده مكافاه التخصص النادر الى 250 حلو. في كليه العلوم الصحيه. حلو، في بعد امور ذكروها هذا في شيء مجرد ما تذكروها. كثير انجازات هي من 2001 الى 2010 ممتاز. يعني امتد اتحادات المستوى الطلابي 10 سنوات يعني. <applause> فانجازات لا تحصى ولا تعالي. اكيد انجازات يعني لو نتذكرها يبي يمكن مثل ما قلنا حلقه كامله ونقعد نقعد معاكم نصور تقرير ونحضر صحيح لها اعداد كامل عساس إنجازات على اساس نتكلم عن الانجازات نستذكر على موضوع الشعب المغلقه وعلى موضوع انجازات والاتحادات اللي مرت يكفي الاتحاد العام يوم كان بيد المستقبل الطلابي تم اغلاق مكتب المدير العام هي العامه لتعليم التطبيق والتدريب حين ان يتم حل مشكله الشعب وتم حل هذه المشكله ومشت الامور والطالب راح محاضرته ولقى دكتور يعلمه ممتاز يمكن راح نكمل الحوار معاكم وهذا جدا جميل انجاز سويتوه انه فعلا حليته مشكله الشعب نتمنى دائما هذه المشكله تكون محلوله وراح نكمل الحوار معاكم اكيد ولكن مشاهدينا فاصل صغير ورادين اكيد مكملين حوارنا مع زملائنا في الاستديو والطلبة اللي راح نتكلم اكثر عن دورهم الانتخابي اللي راح يقدمونه بالاضافه الى المشاكل اللي تحصل داخل الانتخابات وسير الانتخابات وتفاصيل كثيره يمكن قلناها من شوي ولكن ما ركزنا عليها وايد محمد لو نتكلم عن البرنامج الانتخابي اللي راح تقدمونه خلال الانتخابات. برنامج انتخابي راح نطالب بحل جذري لمشكله الشعب. حلو. وراح نفتح قد ما نقدر من تخصصات وبنطالب باذن الله بتثبيت الاعانه خصوصا تثبيت الاعانه الحين احنا عندنا مشكله بتثبيت الاعانه المعاهد لهم وقت والكليات لهم صحيح. وقت ولا هذا اللي ملتزم وقته ولا هذاك اللي ملتزم وقته فهذه من ضمن من ضمن الامور اللي يعاني منها الطلبه اغلب الطلبه وبذن الله ان المشكله الجذريه اللي يعاني منها الطلبه هي مشكله الشعب فهي الاولويه اللي عندنا باذن الله بإذن الله نادر يمكن من شويه تكلمنا عن مشكله العنف اللي تحصل بين القوائم والمنافسه اثناء الانتخابات وخصوصا باكر يمكن راح تواجهونها وتشوفونها شنو الاسباب اللي تصير هل إيه هي مجرد ان الطلبه هذا شيء اساسي صار عندهم في البعض خلينا نقول يمكن مسجدين إذا شلون الجامعة يشوف قبلنا في مشاكل فلازم يسوي مشكله ولا الاسباب نبي نعرفها اكثر اللي يؤدي الى عنف الانتخابات هو مثل ما قلنا في السابق في علاقتهم شحنه حماسيه زائده ويكون ترى هو العمل فردي يعني لا اكثر ولا اقل يعني مش على قولتهم من تبادر في المشاجره ويكون المقولات على قولتهم الحماسيه سواء منا ولا منهم هي تؤدي الى العنف الطلابي لكن حنا على قولتهم نحرص بما ان عندنا بكره عرس ديمقراطي صحيح حرص انه يكون على قولتهم الامن متواجد ضبط في النفس لا بد الواحد يضبط نفسه صحيح ولا بد على قولتهم يحرصون ايضا أن ما يدخل اسوار الكليه الا هو ابن هذه الكليه طبعا ان طالب مغيد في الهيئه العامه للتعليم والتطوير والتدريب هذا اللي هذا جدا شيء مهم يعني نوع هذا يقلل يعني اضرار العنف صحيح. في الطلابي يقلل طبعا لانه ممكن يجون ربع اصحاب القائمه الفلانيه او القائمه بدون ذكر اسامي ويزيدون الشحنه والسعاده محرصين الدكتور حسين تيمي الله يجزاه خير محرص <applause> على الامر هذا واقف عليه بنفسه وحاط عقوبات تردع الطالب وباذن الله احنا ترى لاول مره يعني ولاول سنه يعني ما كانت في المشاجرات الكبيره او الكثير اللي كنا نشوفها في العوام اكيد فهذا الشيء نشكر فيه الدكتور حسين تشيمي طبعا الدكتور حسين تشيمي يمكن اخذناه باتصال وزميل عزيز ونوجه له تحيه وقواك الله والله يعطيكم العافيه وان شاء الله باكر نشوف عرس ديمقراطي جميل لو نبي نتكلم هل لكم دور محمد في وقف العنف في العرس الديمقراطي والانتخابات؟ احنا بالتطبيق 70000 طالب ما, شاء الله. يعني ما نقدر نوجه رساله للعموم، فاحنا مثلا كافراد القائمه اللي عندنا يق... دائما بالاجتماعات ننوه على الشغله هذه، اضبطوا النفس بدون مشاكل بالنهايه مو مصلحتنا حتى المشاكل صحيح. هذه، يعني انت كممثل قائمة ماشي بعمل تطوعي تصير مشكله من باب حماس او واحد غلط عليك خلى على. ممتاز فاحنا دائما نردع ربعنا ونكلمهم بالطريقه اللي احنا بها فما لنا دخل بالقوام الثاني ما نقدر طبعا اكيد تمثلون نفسكم وتمثلون اللي معاكم في القائمه نادر بالنسبه للاتحاد شلون تشوف تعامله بشكل عام الاتحاد العام السنه هذه سيء ما قدم ولا فعل على قولتهم ادواره الصحيحه كان داعم لقائمه معينه وهي القائمه المستغله كان قريب يعني حتى كنا الاتحاد العام مفروض حياد يعني هذا مم. امر طبيعي يكون بين جميع الطلبه لكن حتى قمنا نشوف حتى دعايات باسم الاتحاد العام بايادي مستقله هذا دعم لقائمة المستقله ف وابتعاد ايضا على مشكله الحلول الجذريه للشعب المغلقه وكنا في السابق 14 وحده نسحب ما عندنا مشكله الى 12 وحده الان رفعوها الى 14 وحده في الطريقه هذه انت قاعد تساعد العماده ان تمنعنا احنا نسحب المواد في السابق 12 وحده الى 13 وحده نسحب الى 12 وحده لكن هذا اللي استغربنا من الاتحاد العام لابد يكون للطالب قدن باذن الله وقفه لتغيير هذا الاتحاد اللي استمر على ثلاث سنوات الى اربع سنوات في تخاذل الى تخاذل الى تخاذل إلى, الى هنا وكفه. ان شاء الله وباذن الله راح تكون باذن الله بكره الطالب والطالبه باذن الله راح يكونوا واعيين في عمليه التصويت والاختيار الاختيار السليم باذن الله باذن الله الطالب يعني الجميع يا الطالب يشرح الاتحاد العام من ناحيه صحيح. مشكله القبول اللي يمكن صارت راي عام بالوقت اللي طاف صحيح طبعا, طبعًا مشكله القبول في التطبيقي اللي للامانه انا كطالب مثلا اخوي مقدم او ين كان دائما اتابع الامور اللي تصير صحيح ما شفنا ولا وقفه جاده طبعا اللي ما قبلوا عدد كبير وقبلوا عدد بسيط من الطلبه ما شفنا وقفه جاده من اتحاد الطلبه اللهم طالبنا على وما شفنا شيء بالنهايه آه بالنهايه محمد اكيد احنا ما نبي نحط اللوم على طالب ولا الاتحاد ولا الاداره اللي هو عليه اللي مو قاعد يقدم الواجب اللي عليه بالنهايه رساله من الطلبه معنا اليوم بالسيدي انه انتم توقفون معاهم ايد بايد اي قائمه هي لها الفوز باكر ان شاء الله نتمنى نشوف انجازات وان المشاكل تقل كل الشكر لك محمد عيد رشيدي رئيس الهيئه الاداريه قائمه المستقبل الطلابي الهيئه العامه للتعليم التطبيقي والتدريب وايضا نادر شوفان الشريف المنسق العام لقائمه المستقبل الطلابي في الهيئه العامه للتعليم التطبيقي والتدريب كل الشكر لكم على وجودكم معنا اكيد والتوفيق لجميع القوائم باكر ان شاء الله اشوفكم في حلقات جايه باذن الله مع السلامه